رؤية المفاتيح في المنام للفتاة العزباء بشكل عام تدل على إحراز تقدم ملحوظ في كافة الجوانب الشخصية، سواء في دراستها أو أعمالها التي تديرها أو في العروض الأخرى المقدمة إليها. وتعد رؤية إعطاء المفتاح للفتاة العزباء في منامها دلالة على حظها السعيد والتوفيق الدائم في الأعمال التي تقوم بها والخير الذي سيأتيها قريباً. وإذا رأت الفتاة العزباء بأن شخصاً ما أعطاها مفتاحاً، فهذا مؤشر لفتح أبواب الخير أمامها وبالتالي سيزداد مالها. وإذا أعطت المفتاح لشخص تعرفه في المنام وكانت سعيدة بذلك، فهذه إشارة إلى أنها تمنح قلبها وثقتها وكامل حبها لهذا الشخص، وهذا الأمر سيكلفها الكثير إن لم تكن متأكدة من مشاعر هذا الشخص لها. كما يرمز تفسير رؤية أخذ مفتاح من شخص للفتاة العزباء إلى تودد هذا الشخص لها وتقربه منها ورغبته في أن يحظى بحبها. ويقول ابن سيرين أنه إذا رأت الفتاة العزباء أنها قد حصلت على مفتاح في منامها، فإن ذلك يدل على أنها سوف تتزوج قريباً. وإذا كان المفتاح في المنام مصنوعاً من حديد، دل ذلك على أنها سوف تتزوج من رجل يكون عوناً وسنداً لها في الحياة. وإذا رأت الفتاة العزباء أنها قد عثرت على مفتاح من ذهب في المنام، دل ذلك على أنها سوف تتزوج من رجل ثري. وبوجه عام يشير تفسير حلم المفاتيح للفتاة العزباء إلى الأمنيات الكثيرة والطموحات العالية التي ترغب الفتاة في بلوغها ذات يوم.